الحضور دعونا نرحب برئيس تلفزيون جلاله العالم الأستاذ أطول أواكر في تقديم جائزة القناة العاطفي. تلفزيون شلح حول العالم، حفل إعلان وتوزيع جائزة فاشودا لأفضل أغنية لعام 2022. فاشودا وطني أصيل لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ سأظل أحبك في دواخلي، لا لن أحيل ولن أميل، سيظل ذكراك في فمي، سيظل ذكراك في فمي، فاشودا وطني. الأغاني المرشحة للفوز فئة الأغاني العاطفية، الفنان باسكولا عبد الله نيكيل. الفنان أوجوك روبرت. الفنان توماس أبان. جاد الوقت عشان نشوف مرور الفائز بالاغنيه بتاعت هوك، هل هو هيكون ملك الهوك كما تبان، ولا هيكون اموريو روبرت، ولا هيكون باسكولا نيكيرو. خلينا نستمع ونشوف مين الفائز باغنيه رقم ثلاثه. اغنيه رقم ثلاثه أغنية رقم ثلاثة، خلينا نشوف مين الفائز بأغنية رقم ثلاثة. أغنية رقم ثلاثة فائز فاسكولا عبد الله. الفنان. شكرا فاسكولا نيكيرو، you deserve it. You have been working hard. Thank you for your report. لو في حد هنا هتستلم جائزة بتاعت باسكولا نيكيرو، لو في زول ممكن يتبرع بنفسه ويستلم جائزة بتاعت باسكولا نيكيرو، لو ممكن افتح جائزة. شكرا شكرا شكرا. خلينا نسمع، عايزين نسمع الجائزة الأولى، الفائز بالأغنية الأولى ولا الأغنية نمرة اثنين؟ أغلب واحد ولا اثنين؟ اثنين؟ لا كده مش هينفع يا جماعة.
Okay, according to رأي بتاع الجمهور بتاعنا، لأن إحنا دائما بنسمع الجمهور بتاعنا، هنسمع الفائز بأغنية نمرة 2. أغنية الحب نمرة 2. هل هو ملك الحب رغم زمان ولا أم جربت؟ الجائزة بتاعة أغنية رقم 3 50 دولار، الجائزة بتاعة أغنية رقم 2 100 دولار، والجائزة بتاعة أغنية رقم الأغنية الأولى 350 دولار. الفايز رقم 2 فنان عمر صبان. Yeah.
خلونا نستمع، خلونا نستمع لقيمة بسيطة من الأستاذ الفنان الفائز بجائزة فاشولا لأفضل أغنية ل 2022، أغنية الحب، الفنان أم جو روبرت. خلينا نسمع منه كلمة، كلمة بسيطة. أنا بتبرع للفنان أم جو ب 500 US، كوميس أبانكي 150 US، باسكولا 150 US. Umat yang uben, guna yang calonnya kan? Bawa mesti umur doang, kaya ni siapa? Cepat kena jaga fokus di jaya zaman ni. Nudar romia, lekan bada miul, kecung miul, enak dia nak kerja zaman. Tapi awak mana? Shalom walau TV tiok punya. Bagi muda jago kan? Mereka barah femi mana? Wei abang pun nari. Bawa mesti umur doang, fokus kerja uben. Oh, nak kerja macam, syukur.